بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الثانية من محاضرات تفسير سورة الكهف، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. لقد تحدثنا عن هذه الآية في الحلقة الماضية، أردنا أن نعيد الحديث فيها بإجمال ليتصل حديث الأمس بحديث اليوم. إن الله جل وعلا يخبر في هذا الموضع عن قصة أصحاب الكهف على سبيل الإجمال والاختصار، ثم يبسط القول فيها بعد ذلك. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، ليس أمرهم عجيبا في قدرتنا وسلطاننا، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر والنجوم والكواكب وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله جل جلاله أعجب من أخبار أصحاب الكهف. لقد كان في آياتنا ما هو أعجب من ذلك، كما قال مجاهد. إيش القصة؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يخبر الله جل جلاله عن أمر هؤلاء الفتية، فروا بدينهم من قومهم لئلا يفتنوهم عنه، فهربوا منه فلجأوا إلى غار في الجبل ليختفوا فيه عن قومهم. ثم قالوا حين دخلوا سائلين الله رحمته ولطفه: ربنا آتنا من لدنك رحمة، هب لنا من لدنك رحمة ترحمنا بها، تسترنا بها عن قومنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، واقدر لنا من أمرنا هذا رشدا، واجعل عاقبته رشدا لنا. وقد جاء في الحديث: يا عائشة عليك بجمل الدعاء وجوامعه، قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك مما سألك به محمد، وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد، وما قضيت لي قضاء فاجعل عاقبته رشدا، أو اجعل عاقبته رشدا. هذا في جوامع الدعاء النبوي. وفي المسند أيضا من حديث بسر ابن أرطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. طيب، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ألقى الله عليهم النوم حين دخلوا الكهف فناموا سنين كثيرة. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. بعثنا هؤلاء الفتية الذين أووا إلى الكهف بعدما ضربنا على آذان فيه سنين عددا، بعثناهم من رقدتهم لينظر عبادي فيعلموا بالبحث أي الطائفتين اللتين اختلفتا في مقدار مكثهما في الكهف رقودا، أيهما أحصى لما لبثوا أمدا، أي غاية، أي أصوب لقدر لبثهم فيه أمدا. الأمل الغاية. النابغة نعم يقول: إلا لمثلك أو من أنت سابقه، سبق الجواد إذا استولى على الأمد. ثم بعثناهم، أي من رقدتهم هذه التي امتدت سنين طويلة ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، وخرج أحدهم بدراهم معه ليشتري بها طعاما يأكلونه. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، نحن نقص عليك نبأهم بالحق. هنا بدأ
البسط أو السرد التفصيلي لقصة أصحاب الكهف. إنهم فتية شباب، والشباب أقبلوا للحق من الشيوخ، أهدى للسبيل من الشيوخ الذين شابت رؤوسهم في الضلالة، تقوس ظهرهم في العناد وفي مراغمة الرب جل جلاله. ولهذا كان أكثر المستجيبين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم من الشباب. أما مشايخ قريش فعامتهم بقوا على دينهم، ولم يسلم منهم إلا القليل. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. مجاهد يقول كلمة جميلة: بلغني أنه كان في آذان بعضهم القرطة، يلبسون الأقراط التي يلبسها الشباب الضائع الآن المتسكع في مجتمعاتنا المعاصرة، الحلق. فألهمهم الله رشدهم وردهم إليه ردا جميلا: وإن قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه، إن قطرة من بحر جوده تملأ الكون ريا، إن نظرة بعين لطفه تجعل الكافر وليا. كانوا يلبسون الأقراط في آذانهم، ثم أصبحوا حديث القرآن وحديث الأجيال المتعاقبة على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله. ويكفيك أن الله أثنى عليهم بقوله: إنهم فتية آمنوا بربهم، أقروا له بالوحدانية وشهدوا أنه لا إله إلا هو. بالمناسبة، كون الشباب أقبل للدعوة وأرجى، لقد ورد حديث روية، وهذه صيغة التضعيف: أوصيكم بالشبان خيرا، فإنهم أرق أفئدة، وإن الله بعثني بشيرا ونذيرا، فحالفني الشبان وخالفني الشيوخ. هذا الحديث ليس له أصل في الكتب المعروفة، ويخشى أن يكون من وضع الرافضة ليسبوا به أبا بكر ويمدحوا به عليا، رضوان الله على أبي بكر وعلى علي وعلى سائر الخلفاء الراشدين وعلى سائر الصحابة المهديين. استدل بهذه الآية من استدل من أهل العلم من وجوه أهل السنة وأئمتهم كالبخاري وغيره على زيادة الإيمان وتفاضله: وزدناهم هدى، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. لقد روي أن هؤلاء كانوا على دين المسيح، والظاهر خلاف ذلك، والظاهر أنهم لم يكونوا كذلك، وأنهم كانوا قبل ملة النصرانية بالكلية. لأن اعتناء اليهود بأمرهم وجعلهم سؤالا أرسلوا به إلى أهل مكة ليمتحنوا به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على اعتنائهم بأمرهم وخبرهم، وعلى أن هذا كان قبل الملة النصرانية. لقد ذكرت لحضراتكم من قبل أن قريش بعثوا إلى أحبار اليهود بالمدينة يطلبون منهم أشياء، أسئلة، ألغاز يمتحنون بها النبي صلى الله عليه وسلم. فبعثوا إليهم أن اسألوه عن خبر هؤلاء، أي الفتية الذين ذهبوا في سالف الدهر، وعن خبر ذي القرنين وعن الروح. فدل هذا على أن هذا أمر محفوظ في كتب أهل الكتاب، وأنه متقدم على النصرانية. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. لقد ذكر الربط على القلوب في القرآن في ثلاثة مواضع: في هذه الآية وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، أي صبرناهم على مخالفة قومهم ومفارقة ما كانوا عليه من العيش الرغيد والسعادة والنعمة وقد كانوا أبناء ملوك. قوينا قلوبهم بالإيمان والثبات عليه والصبر على هجر الأوطان فيه.
حين قاموا معلنين بين يدي الملك الكافر إيمانهم بالله وحده، وقالوا ربنا الذي آمنا به وعبدناه هو رب السماوات ورب الأرض، لن نعبد ما سواه من الآلهة المزعومة كذبا. الآية الثانية فيها الربط على القلوب، سورة الأنفال: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، يعني وليثبت به قلوبكم لتثبت أبدانكم عند اللقاء. وليثبت به الأقدام أي بتلبيد الأرض الرملية حتى لا تسيخ فيها الأقدام. موضع الثالث سورة القصص في قوله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. أصبح خاليا من أي أمر من أمور الدنيا إلا من أمر موسى، فلم تعد تصبر حتى قاربت أن تظهر أنه ولدها من شدة تعلقها به لولا أن ربطنا على قلبها بتثبيته وتصبيرها لتكون من المؤمنين المتوكلين على الله عز وجل. لشوق كلمة جميلة يقول: كأم موسى على اسم الله تكفلنا وباسمه ذهبت في اليم تلقينا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. لقد ذكر كثير من المفسرين من خبر هؤلاء أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم، خرجوا يوما في بعض أعياد قومهم وكانوا يجتمعون في هذا اليوم يوم العيد خارج البلد في زينتهم، كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها وينذرون لها. كان لهم ملك جبار اسمه دقيانوس على ما ذكر في كتب السير، وكان يأمر الناس بهذا الباطل يحثهم عليه ويدعوهم إليه. خرج الناس لمجتمعهم وخرج هؤلاء الفتية مع من خرجوا من قومهم، لكنهم نظروا بعين بصيرتهم إلى ما يصنعه قومهم من عبادة غير الله، فأدركوا أن هذا من الباطل الصراح والشرك البواح، فأخذوا يتخلصون وينحازون عن قومهم واحدا تلو الآخر. كان أول من جلس منهم وحده أحدهم جلس تحت ظل شجرة، فجاء الآخر فجلس إليه عنده، والثالث والرابع والخامس، إلى ما شاء الله لم يجمعهم إلا وحدة الهم. ما كان بينهم تعارف من قبل، لا يعرف بعضهم بعضا، لكن هذا اعتزل باطل قومه فأوى إلى هذا المكان، سرى هذا الهم إلى قلب الآخر بتدبير الله عز وجل، فاعتزل وصف بجوار صاحبه، والذي بعده والذي بعده والذي بعده. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. جلسوا كل واحد في صدره خبيئة يكتم عن الآخر ما عنده، حتى بدأ أحدهم الحديث فقال: تعلمون والله ما أخرجكم من قومكم إلا شيء، فليظهر كل أحد منكم ما عنده. نعم. فقال آخر: والله رأيت ما قومي عليه فعرفت أنه الباطل، وأن الذي يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به شيئا الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. وقال الآخر: وأنا والله وقع في قلبي مثل ذلك. وقال الآخر كذلك، حتى توافقوا جميعا على كلمة سواء وأصبحوا يدا واحدة وإخوان صدق، فاتخذوا لهم معبدا يعبدون الله تعالى فيه، فعرف بهم قومهم فوشوا بأمرهم إلى ملكهم فاستحضرهم بين يديه وسألهم فأجابوه بالحق ودعوه إلى عبادة الله وحده. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا
فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، لو دعونا من دون الله أندادا وأوثانا لقد قلنا باطلا وكذبا وبهتانا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هل لا أقام قومنا على صحة ما ذهب إليه دليلا واضحا صحيحا؟ ليس عندهم دليل، بل هم الظلمة الكذبة الكفرة الفجرة. فمما يروى أيضا أن ملكهم تهددهم وتوعدهم وأمر بنزع لباسهم التي كانت عليهم، وهذا ديدا الطواغيت في كل مكان، إذا جاءوا بأحد من الناس إلى حصونهم وإلى سجونهم يجردونه من ثيابه، وأحيانا لا يبقون إلا بما يستر العورة فقط. وأجلهم لينظر في أمرهم بعد ذلك، فربما رجعوا عن دينهم. سبحان الله، هذا الإمهال، هذه النظرة، هذا التأجيل كان من تدبير الله جل وعلا، من كيده لهم، كما قال تعالى كذلك كدنا ليوسف، لأنهم توصلوا في هذه النظرة إلى الهرب من والفرار بدينهم من الفتنة. وهذا هو المشروع، كل من تعرض لفتنة في دينه عليه أن يفر بدينه من الفتن، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القط، يفر بدينه من الفتن. هذا لا يكون مشروعا إلا إذا اشتدت الفتنة، وإلا الأصل أن تخالط الناس حتى تبقى معهم وتشهد معهم الجمع والجماعات. لكن إذا بلغ الاستضعاف والفتنة في الدين هذا المبلغ، وأصبحت تحمل على الإشراك بالله أو على عبادة غيره أو على كبائر وفواحج ظاهرة بينة قطعية، عندئذ تشرع لك الهجرة، ويحرم عليك البقاء في هذا الاستضعاف إن كنت قادرا على الخروج منه. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لقد وقع عزمهم على الذهاب والهرب من قومه، وقال بعضهم لبعض وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. هذا من كلام بعضهم لبعض الذي قصه علينا القرآن الكريم. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. أي إذا فارقتموهم وخالفتموهم بأديانكم ففارقوهم بأبدانكم أيضا. فارقتموهم بأديانكم، أنتم تعبدون الله وحده وهم يعبدون من دونه أصناما آلهة، فارقوهم كذلك بأبدانكم لئلا يفتنوكم في دينكم. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته يبسط عليكم رحمة يستركم بها من قومكم ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، أي أمر ترتفقون به. خرجوا وهربوا إلى الكهف فآووا إليه، فقدهم قومهم من بين أظهرهم وتطلبهم الملك، أخذ يبحث عنهم، فقيل أنه لم يظفر بهم وعم الله عليه خبرهم كما فعل بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق عندما لجأ إلى غار ثور وجاء المشركون في طلبه فلم يهتدوا إليه مع أنهم يمرون عليه. وعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قلق الصديق وقال له يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه لأبصرنا، فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقصة هذا الغار
الذي أوى إليه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر أشرف وأعظم وأعجب من قصة أصحاب الكهف. ولقد روي فيما روي أن قومهم ظفروا به ووقفوا على باب الغار الذي دخلوه، قالوا: ما كنا نريد منهم من العقوبة أكثر مما فعلوا بأنفسهم، فأمر الملك بردم بابه عليهم ليهلكوا مكانهم ففعلوا. لكن ابن كثير يقول الكلام ده مش دقيق في هذا الكلام نظر، لأن الله تعالى أخبر أن الشمس تدنو تدخل عليه في الكهف بكرة وعشية، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله. قصة عجيبة فيها أن أرض الله واسعة. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إن أرض الله لم تضق بعابد. من أراد أن يعبد الله عز وجل وكان صادقا في أمره هذا، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. لقد خرج هؤلاء وكانوا أولاد ملوك وكانوا أصحاب رغد من العيش، فارقوا هذا كله في الله عز وجل، فخلد الله ذكرهم قرآنا يتلى على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. نعم تشرع الإقامة خارج ديار الإسلام، لكن لمن كان قادرا على إظهار دينه وآمنا من الفتنة فيه. إذا كان ذلك كذلك فالبلاد بلاد الله والعباد عباد الله، فحيثما أصبت خيرا فأقم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني نعيم النحام أقره على ما جعله له قومه عندما أراد أن يهاجر، وكان كريما معطاء يكفل يتامى بني عدي ويكفل أراملهم. إلى أين يا نعيم؟ قال: إلى حيث أتمكن من عبادة الله عز وجل. قالوا: ابق بين أظهرنا واكفل لنا أيتامنا وأراملنا كما كنت تكفلها، واعبد ربك كيف تشاء. فخلوا بينه وبين عبادة ربه، كانوا عقلاء، قالوا: أنت رجل محسن تكفل لنا إهتامنا وأراملنا ونخلي بينك وبين ما تريده من عبادة ربك. فبقى بينهم في حين من الدهر ثم هاجر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا نعيم، لقد كان قومك خيرا لك من قومي، إن قومك أبقوك بين أظهرهم وإن قومي أخرجون. قال: يا رسول الله، بل كان قومك خيرا لك من قومي، إن قومك أخرجوك إلى إقامة الدين وقومي أبقوني بينهم فأخروني عن اللحاق بك والهجوة إليك. فالمقصود أحبتي في الله أن أولويات المسلم في حياته المحافظة على دينه. إن الكليات الخمس التي جاءت بها الشريعة، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال، في مقدمتها في طليعتها حفظ الدين، ومن ثم يشرع بل شرع التغرير بالنفوس وإزهاقها في سبيل الله إعزازا للدين وإجلالا لرب العالمين. والمجاهدون في مقدمة وطليعة المؤمنين الصادقين، وما يصيبهم والله جل جلاله يقول ذلك بأنه لا يصيبهم نصب ولا ظمأ ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. الخلاصة: دينك دينك لحمك ودمك. إن كنت قادرا على إظهار دينك آمنا من الفتن فيه أنت ومن جعلهم الله تحت ولايتك من ذرية، فابق حيث شئت، ابق حيث شئت، واحرص أن تكون بجوار المساجد. إن المساجد في هذه البلاد سفينة نوح، من ركبها نجا
ومن تخلف عنها غرق. إذا آنست فتنة في دينك على نفسك أو على من جعله الله تحت ولايتك، فدينك دينك، لحمك ودمك. طبعا الهجرة أو يختلف حكمها باختلاف أحوال أصحابها. من كان من خشي على نفسه الفتنة في الدين يلزمه الهجرة إلى حيث يكون آمنا في دينه، آمنا من الفتنة فيه، قادرا على إظهاره. بعض الناس بالعكس قد يجب عليهم الإقامة في ديار غير المسلمين إن تعينت إقامتهم سبيلا لتبليغ رسالات الله وتوصيل القول وإقامة الحج على الناس وتحقيق المقصود الشرعي، حفظ الإسلام على أهله ودعوة غير المسلمين إلى الإسلام. من قيد الله له أن يشارك في هذا الهدف النبيل كان مؤهلا لهذا بقدراته بإمكاناته، ينبغي له أن يلزم ما فتح الله به عليه. إذا فتح الله عليك بابا من أبواب الخير فالزم، إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. من الناس من تكره له الإقامة، من خشي من الفتنة، لم يتحقق لكن بدأت بعض البوادر الخفيفة تبدو، هنا يكره له أن يقيم وتشتد الكراهة إلى أن تبلغ مبلغ التحريم إذا تحقق من أن إقامته خارج بلاد المسلمين ستكون سببا في فتنته في الدين. والآية صريحة واضحة مباشرة، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.